السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل رز السمك، الرز الصيادية، بطريقة جميلة جدا، يمكن أول مرة تشوفوها. الطريقة دي جديدة وجميلة جدا. ماشي، بصي، عايزة حبة كمون في حدود معلقة أو معلقة إلا ربع، بس كمون حصى. ماشي، وهقولك دلوقتي هنحتاجه في إيه. معايا بصلاية صغننة مقطعاها كده شرايح، معايا جزراية مبشورة، معايا بصلايه ودي هحطها في الكبه، معايا بصلايه كبيره، بصي فصين توم كده، وهقطع البصلايه بضربها ضربه او ضربتين في قلب الكبه عشان ما تطحنش معايا قوي. ماشي، انا عايزاها ما تكونش ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، تبقى وسط. ماشي، دي هتتضرب في قلب الكبه هي وفصين الثوم. معايا كيلو وربع رز. معايا قد ايه؟ كيلو وربع رز. هي ده غسل غسله نظيفه، بس قبل الغسيل خالص، ماشي، يعني لما بتكون البصلايه داخله على اللون المصفر كده، عشان احنا عايزينها اللون الذهبي، البصلايه بتاعت الرز السمك لازم بتبقى مغمقه. ماشي، فهركن الرز لما تخش على الصفار بتاع البصلة، هبتدي ان انا اغسل في الرز. ماشي، هضرب الاول دول ونرجع عشان نعملهم على النار. بصوا معايا حبة زيت ذرة كده في قلب الحلة، ولازم عشان الرز يطلع مفلفل منك وجميل، الحلة لازم تكون كبيرة عن المقدار اللي هتحطيه. هحط كيلو وربع رز، لازم احتاج له حلة كبيرة، ما تكونش حلة ضيقة تكتم الرز تخليه يا يعجن يا ما يستويش. ماشي، اتفقنا. النار تكون وسط، ولا عالية قوي ولا هادية قوي. بصي بقى، معلقة الكمون او المعلقة الا ربع هنزل بيها في قلب الزيت، هنزل بيها في قلب الزيت تتحمص تحميصة حلوة قوي عشان تديكي ريحة جميلة، وفي نفس الوقت بيبقى طعم الرز بالبصل جميل جدا من تحميص الكمون. ماشي، وانت هتجربي الطريقة، انتوا اول مرة تشوفوا الطريقة دي، جميلة جدا. بصوا كده ابتدى اتحمص معايا. اعرف ازاي ان اتحمص معايا؟ ريحته بتطلع، بس بكون بقلب كده عشان ما يتحرقش معايا. ماشي، خلاص كده هنزل بالبصلاية اول حاجة خالص عشان البصلة لازم زي ما اتفقنا تتحمر. بنزل بحبة فلفل اسود كده وببتدي اقلب في البصلة لحد ما تحمر معايا خالص. اول ما تيجي تتحمر بقى بننزل بالجزر وبقية المقادير بتاعتنا، والرز ده في الاخر الطريقة هتعجبك جدا، لانها كمان هيبقى الطعم والشكل زي بتاع المطاعم بالظبط. وهقولك على تكات واسرار المطاعم اللي بتخلي ريحة الرز بتاع السمك ريحته جميلة جدا. الرز بتاع السمك بيبقى ريحته جميلة جدا من ايه؟ من التكة اللي هنشوفها مع بعض. بس اما البصلة بقى ايه؟ بتحمر، لازم تغمقي معاه. هنشوف اللون اللي احنا عايزينه، عشان هو ده اللون اللي بيساعد على تغميق لون الرز، يبقى زي بتاع المطاعم بالظبط. هنشوفه واحدة واحدة عشان ما نتوهش مع بعض. أول ما يجي لونه يغمق هقول لكم بقى على بقية الأسرار والتكات بتاعة المطاعم. بصوا، البصلة غمقت معايا، هنزل كده بالجزر والبصلاية الصغننة وابتدي أقلبهم كده. بتشوحي فيها لمدة 5 دقايق بنفس الطريقة كده، وابتدي اعلي النار عشان كنت مهدياها عشان البصلة ما تتحرقش معايا. بص، بنفس الطريقة كده اهو اشوح فيها لمدة 5 دقايق. بصوا، شوحت اهي مع البصلة لمدة 5 دقايق
طبعا زي ما قلت لكم لما البصله بتخش على الصفار كده ببتدي ان انا اغسل الرز واصفيه، ماشي بنفس الطريقه كده. بصوا حطيت الرز اهو كله اهو، هبتدي ندخله في قلب البصله كده اللي هنحطها سوا دلوقتي، ماشي. بصي بقى معايا كاري، معايا كاري، معايا قرفة، معايا كركم، معايا معلقتين ملح، ماشي. دي التوابل بتاعة رز السمك بتاعة المطاعم. ابتدي بقى اقلبها وشوفي بقى الريحة الجميلة وشوفي الشكل الجميل. الكاري والكركم اللي بيظبط لونه مع البصل كمان والجزر كمان مديله ريحة جميلة جدا. عارفة في الاخر هتفكريه رز بسمتي من الجمال، من جمال الطعم والشكل. دلوقتي هنعمله ان شاء الله الرزاية مفلفلة وهنشوفها في الاخر، الطريقة مذهلة جدا هتعجبكم قوي 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 لو جربتيه بالطريقة دي. بتقلبي بقى، احلى حاجة اللي بتخليلك الرزاية مفلفلة التكة اللي انا بعملها دلوقتي. نزلت بالتوابل، بعد ما بنزل بالتوابل يعني بنزل بالرز بعد البصلة والجزر، ماشي، بنزل بالتوابل بعد التوابل بقلبه لمدة 10 دقايق ما بزهقش. ليه ما بزهقش بقى من التقليب؟ عشان ده اللي بيظبط لي الرزاية تبقى مفلفلة معايا ومتماسكة، مش مهرية ولا معجنة. السوى المظبوط هنشوفه مع بعض. هقلبه لمدة 10 دقايق وارجع اقولك المقدار بتاع المية المظبوط لرز السمك. بصوا اما تيجي تقلبي الرز المدة اللي انا قلتلك عليها بتهدي النار خالص عشان ما يشطش معاكي. خلاص بقى كده قلبته لمدة 10 دقايق، هنزل بالمية لحد لما يجي المقدار اللي انا هقولك عليه دلوقتي. بتعلي عن الرز ب2 سنتي او ب3 سنتي، ماشي، بس ما تعليش قوي عشان ما يبقاش معجن معاكي. بصوا اهو حطينا اهو الميه اهو، بتبقى اعلى ب2 سنتي او 3 سنتي بالظبط. بصي ما شاء الله لونه جميل ولسه كمان لما يستوي هتشوفي الطعم والشكل بتاع 2 سنتي فوق الرز، 2 سنتي فوق الرز يعني في حدود 6 كوبايات مية او 7 كوبايات، بس خليكي في 6 كوبايات، لقيتي محتاج مية تاني حطي له الكوباية اللي بقى. بصوا خد 10 دقايق على النار ونقلته على نار هادية ووطيت خالص. بصوا ما شاء الله هياخد منك بالظبط ربع ساعة سوا، ماشي. هحطه بقى 5 دقايق كده يهدى شوية يكمل بقية سواه، احطه 5 دقايق كمان على العين الهادية دي يكمل بقية السوا ونرجع بقى نقدمه مع بعض. بصوا ما شاء الله الرز خلص معانا اهو، خد التوقيت التسوية بتاعته ربع ساعة، وبصي ما شاء الله عامل ازاي وكل حباية مفلفلة الواحدة بواحدتها اهي. بصي ما شاء الله اهو، ولا معجن ولا في اي حاجة خالص. لو عجبتكم طريقة النهاردة وتابع المقادير عشان يطلع منك بصي زي بتاع المطاعم بالظبط. ما شاء الله الرز النهاردة بالجزر والقرفة، وهسيب لك المقادير كلها في صندوق الوصف، وبرضك في طريقة تاني الرز السمك هسيبه لك برضك في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.